الأخبار من الحدث. إغلاق المنطقة الخضراء بعد توتر بين الحشد والحكومة على خلفية اعتقال مسؤول الحشد بالأنبار. استهدافات متتالية لمواقع تابعة للحرس الثوري في إيران مع تلميحات بأياد إسرائيلية. وسط تنديد أمريكي أوروبي ورفض منحه ولاية الرابعة، الأسد يدلي بصوته ويرد. وزير خارجية اليمن يؤكد من روسيا على دور مجلس الأمن بالضغط على الميليشيات ويطالب بدعم الحكومة لتحقيق الحل السلمي. بعد طول انتظار انطلاق مفاوضات الحكومة السودانية والحركة الشعبية جناح الحلو، وحمدوك يدعو تحرير السودان في دارفور للانضمام للسلام. أهلا بكم مشاهدين إلى هذه الساعة الإخبارية المفصلة. نبدأ من العراق، حيث أفادت مصادر بإغلاق المنطقة الخضراء بعد توتر بين الحشد والحكومة على خلفية اعتقال مسؤول الحشد بالأنبار، إذ وبأمر من رئيس لجنة مكافحة الفساد الفريق أحمد أبو رغيف، اعتقلت قوة أمنية تابعة لوزارة الداخلية قاسم مصلح قائد عمليات الأنبار التابعة لميليشيات للحشد الشعبي. مصدر أمني أوضح أن الاعتقال تم بعد مراقبة مصلح لثلاثة أيام على خلفية تهم تتعلق بالفساد. وأضاف المصدر أن مجلس القضاء الأعلى أصدر مذكرة اعتقال بحق مصلح الذي يعتبر أحد أبرز قيادات الميليشيات على الحدود العراقية السورية. إذن من بغداد ينضم إلينا مراسل الحدث منتظر رشيد، أهلا بك معنا منتظر. منتظر، نريد أن نعرف منك خلفية اعتقال مسؤول بالحشد الشعبي، وأين وصل هذا الموضوع الآن؟ لم تذكر السلطات الأمنية الأسباب التي أدت إلى اعتقال قاسم مصلح قائد ما تعرف بعمليات الأنبار أو قاطع الأنبار في الحشد الشعبي، بالتالي لم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن عن ملابسات الاعتقال الأسباب، لكن مذكرة الاعتقال كانت واضحة وهي طبق إحدى فقرات مكافحة الإرهاب، بالتالي عملية الاعتقال تمت بالفعل فجر اليوم، لكن المكان أيضا بقي غامضا، هل تم اعتقاله عندما جاء من الأنبار ومر ببغداد ليصل إلى مقر يعني منزله في كربلاء، أم أنه كان يتواجد في بغداد في مكتب خاص له وتمت عملية الاعتقال. العملية تمت وبحسب المعلومات فجر اليوم قرابة الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، بالتالي هذه العملية ما أن تمت حتى تكشفت بعض ملابساتها، وأعلنت قبل ساعات من الآن عرف الرأي العام أن هناك عملية اعتقال. السلطات الأمنية هنا لم تعلق لا ببيان رسمي ولا من قبل أي مسؤول عما جرى، لكن المؤكد أن المنطقة الخضراء تم إغلاق جميع مداخلها، وأيضا نشرت قوات خاصة لحماية المنطقة الخضراء وتحديدا مداخلها الجنوبية الشرقية الغربية الشمالية، بالتالي هناك توتر يخيم هنا على وسط العاصمة بغداد وتحديدا عند بوابات المنطقة الخضراء، خصوصا بعد ورود معلومات تتحدث عن تهديد بعض الجماعات المسلحة ب
اقتحام المنطقة الخضراء، لكننا لم نتأكد من صحة هذه المعلومات، لكن هذا ما يتم تداوله طبعا على الأقل في وسائل التواصل الاجتماعي. لكن المؤكد أن المنطقة الخضراء تشهد انتشار كثيف لقوات الأمن وخصوصا القوة المكلفة بحمايتها، إضافة إلى إغلاق جميع المداخل قبل عدة ساعات من الآن تم ذلك. أيضا هناك معلومات تتحدث عن أن وساطات تجري لحل هذه المسألة. الحشد ووفق هذه المصادر يطالب رئيس الحكومة بالاعتذار وإطلاق سراح قاسم مصلح، إضافة إلى إقالة الفريق أحمد أبو رغيف وهو الذي نفذ عملية الاعتقال هذه، لكن لا مصدر رسمي أكد مثل ذلك إلى الآن. منتظر. بالتالي هناك وساطات وهذا مؤكد. إلى أين ستفضي لا أحد يعرف حتى الآن. يعني حتى الآن حسب الأخبار التي نسمعها وتأتي من مصادر خاصة تقول بأنه هناك رفض من السيد الكاظمي بالاستجابة لهذه الوسائط، وترك الأمر أنه الأمر أحيل إلى المحكمة. ولكن سؤالي هنا يا منتظر، يعني الاتهامات الموجهة إلى مصلح ما هي غير أنه هناك رصد لاعتراف شخصي منه بأنه قام بقتل إيهاب الوزني؟ هل فقط هو متهم بقتل إيهاب الوزني أم هناك اتهامات أخرى لأسماء ناشطين آخرين؟ يعني حاولنا منذ يعني الإعلان عن عملية الاعتقال، حاولنا الاتصال بأكثر من مسؤول أمني لمعرفة ما هي التهم الموجهة لقاسم مصلح والتي على أثرها تمت عملية الاعتقال. هل هي قضايا فساد أم أن هناك شكاوى ضد قاسم مصلح، سواء على خلفية مقتل ناشطين مدنيين في كربلاء أو على خلفية قضايا أخرى؟ حقيقة الأمر لم يجبنا أي أحد عن هذه التساؤلات، ليبقى الأمر يلفه الكثير من الغموض. أولا النقطة الأهم وهي ما هي التهم الموجهة لقاسم مصلح؟ هل هي تهم على خلفية شكاوى تقدم بها ذوي من تم قتلهم من الناشطين وتحديدا في مدينة كربلاء لأنه يسكن مدينة كربلاء، أم أن هناك قضايا أخرى تتعلق بملفات غير هذا الملف؟ بصراحة لم نحصل على أي إجابة. نحن ننتظر الآن على الأقل تعليقا بيانا من وزارة الداخلية التي نفذت عملية الاعتقال، لكنه لم يصدر إلى الآن. شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات من بغداد منتظر الرشيد. شكرا جزيلا منتظر. أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق الحصيلة النهائية للمواجهات التي اندلعت بين القوات الأمنية والمتظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد، وقالت إن الحصيلة النهائية للجرحى والقتلى بين صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية بلغت 152 بين قتيل وجريح. المفوضية أكدت مقتل متظاهرين وإصابة 20 آخرين، فيما إصابة العديد منهم خطرة، كما أكدت إصابة 130 من القوات الأمنية، وأشارت إلى اعتقال عدد كبير من المتظاهرين وتم إطلاق سراحهم، فيما بقي 11 متظاهرا معتقلا. المفوضية رصدت أيضا حرق كرنفانين تابعين لقوة حفظ النظام نتيجة استخدام الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع من قبل القوات الأمنية والحجارة والآلات الحادة من قبل المتظاهرين، وأوضحت أنها أخضعت قوات حفظ القانون والقوات الأمنية لأكثر من 500 ورشة تدريبية حول كيفية التعامل مع المتظاهرين وحمايتهم، وحذرت من استخدام العنف. هز انفجار ضخم شركة بتروكيماويات في عسلوية بإقليم بوشهر جنوب إيران، وأسفر الانفجار عن مقتل شخص وإصابة آخر بحسب ما أكده محافظ عسلوية. يأتي ذلك بعد ساعات من انفجار بمصنع مسيرات اسمها غزة قرب طهران. وكانت تقارير إيرانية محلية أفادت صباحا بتعرض قاعدة الدفاع الجوي الأولى للحرس الثوري في مدينة قدس القريبة من طهران لهجوم، وبحسب الأنباء المتداولة فإن القاعدة هي نفسها التي شهدت تدشين المسيرة التي أطلق عليها اسم غزة قبل أيام، وقد انفجر موقع تدشين مسيرة غزة، كما تدمر عدد من المباني السكنية حول القاعدة بالكامل. هذا ووجهت الاتهامات لإسرائيل بالوقوف وراء الانفجار.
وصف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم بأنه مقلق للغاية، مضيفا أن إيران تخصب اليورانيوم بدرجات نقاء لا يصل إليها سوى الدول التي تصنع قنابل. غروسي أضاف أن إيران لها حق سيادي في تطوير برنامجها، لكن مستوى كهذا يحتاج لمراقبة يقظة، خصوصا أن مستوى البحث والتطوير الذي تم الوصول إليه يعد مشكلة على حد وصفه. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني توجيهه رسالة إلى مرشد إيران علي خامنئي بشأن ترشيحات الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل، داعيا إلى منافسة أكبر فيها. جاء ذلك بعد استبعاد شخصيات بارزة من لائحة المرشحين. وقال روحاني في كلمة متلفزة: جوهر الانتخابات هو المنافسة، إذ حذفتم ذلك تصبح عملية الاقتراع جثة هامدة، وذلك وفق تعبيره. رئيس النظام السوري بشار الأسد قال إنه لا يلتفت إلى ما تقوله الدول الغربية عن الانتخابات، وإن قيمة تلك الآراء لا تساوي شيئاً. الأسد الذي أدلى بصوته في دوما قال إن إدلائه بصوته هناك يدل على أن الشعب السوري متحد في مواجهة الإرهاب. وكان وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا أدانوا في بيان مشترك الانتخابات الرئاسية في سوريا، معتبرين أن الانتخابات ليست حرة ولا نزيهة، مستنكرين إجراؤها خارج القرار الأممي 2254، كما شددوا على ضرورة الإشراف الأممي. البيان شدد على ضرورة مشاركة النازحين واللاجئين في بيئة آمنة ومحايدة، ووصف الانتخابات الرئاسية بالمزورة وأنها لا تمثل أي تقدم نحو تسوية سياسية، وحثوا المجتمع الدولي على رفض محاولة نظام الأسد استعادة الشرعية. هي وصمة عار على جبين المجتمع الدولي، هذا المجتمع الذي جعل من بشار الأسد رجلا يمارس طقوسه الاستفزازية بحق الشعب السوري دون أن يحاسبه، دون أن يقول له قف، أنت إرهابي، أنت دكتاتوري، أنت قتلت الشعب السوري، عليك يجب محاكمتك ويجب أن ترحل عن هذه البلاد. هي من حق الشعب تنتخب الرئيس اللي هي بتريده، وأنا واحد من الناس بدي أنتخب، والانتخاب واجب على كل البشرية. هناك غياب لنصف الشعب السوري في هذه الانتخابات، فهي الانتخابات هي تزيد العنف في سوريا، تزيد الصراع في سوريا، تزيد عمر الأزمة في سوريا، فهي انتخابات غير حقيقية. سوريا رايحة لشو انتخابات؟ ضحكوا على العالم. لا في انتخابات لش، كلها روتين يوم يومنا، يوم صرنا بسوريا هاي روتيننا. انتخابات وكلها غش وما في غير الرئيس يعني راح يطلع. مشاهدينا سنتوقف مع هذه المشاهد التي حدثت قبل قليل، انتشار الحشد الشعبي في المنطقة الخضراء قبل وصول قوات الأمن. إذن هذه صور لانتشار الحشد الشعبي في المنطقة الخضراء قبل وصول قوات الأمن واستعادة السيطرة، طبعا هذا ما تحدث عنه أيضا مراسل حدث قبل قليل، وذلك يأتي على خلفية إلقاء القبض على قيادي بارز في الحشد الشعبي. وهذا إلقاء القبض عليه جاء بأمر من رئيس الوزراء. إذن مشاهدينا، أقدمت القوى الأمنية اليوم على اعتقال قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي قاسم مصلح، وهذا جاء بأمر من مذكرة قضائية بإلقاء القبض عليه، حيث أنه أيضا ذكرت مصادر أمنية أن قوى أمنية من لجنة الفريق أحمد أبو رغيف أقدمت على اعتقال مصلح دون سبب يذكر، إلا أن هناك بعض التسريبات تقول بأن جهاز المخابرات رصد مكالمة لقاسم مصلح قاسم وهو يعترف بقتل إيهاب الوزني ويحث شخص آخر على قتل ناشطين. هذه المعلومات التي حتى الآن متداولة، وهذه الصور هي لانتشار ميليشيا الحشد الشعبي في المنطقة الخضراء قبل أن تسيطر القوات الأمنية عليها.
إذن مشاهدينا، نذكر بأن هذه مشاهد انتشار ميليشيا الحشد الشعبي في المنطقة الخضراء قبل أن تسيطر القوات الأمنية عليها، ونذكر أيضا أن هناك مقار للحشد الشعبي أساسا داخل المنطقة الخضراء، نتحدث هنا عن اللواء العاشر واللواء الثالث. هذا الانتشار حسب يعني ما سمعنا قبل قليل بأنه جاء على خلفية اعتقال رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، أصدر هناك مذكرة قضائية بأمر اعتقال قيادي في الحشد الشعبي. طبعا القيادي يدعى قاسم مصلح، وهو يعتبر من أهم القادة الأمنيين في الحشد والعتبة الحسينية المقدسة. وأيضا هناك معلومات تقول بأنه أمر الاعتقال جاء من رئيس الوزراء، وذلك بعد أن سمع جهاز المخابرات رصد مكالمة لقاسم وهو يعترف بقتل إيهاب الوزني ويحث شخص آخر على قتل المتظاهرين. طبعا كل هذه المعلومات سنحاول أن نتأكد من دقتها وصحتها ونعرف أين ستصل الأمور. نعود الآن إلى سياق هذه النشرة، وكنا نتحدث عن الملف السوري والانتخابات تحديدا، حيث تعد هذه الانتخابات الرئاسية الثانية منذ اندلاع الثورة قبل أكثر من عقد، ومن شأنها أن تمنح الرئيس بشار الأسد ولاية الرابعة لسبع سنوات إضافية، وتجري في المنطقة الخاضعة لسيطرة النظام، ويحق للناخب أن يدلي بصوته في أي مركز على اعتبار أن سوريا دائرة انتخابية واحدة. وستغيب الانتخابات عن مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرقي سوريا، كما عن مناطق تسيطر عليها هيئة تحرير الشام وفصائل موالية لأنقرة في شمال وشمال غربي البلاد. ويتنافس في هذه الانتخابات إلى جانب الأسد مرشحان هما محمود مرعي وهو محام وسياسي وأحد معارضي الداخل، وعبد الله سلوم عبد الله وهو وزير دولة بين عامي 2016 و2020. نشرتنا مستمرة وفيها بعد هذا الفاصل. وزير خارجية اليمن يؤكد على دور مجلس الأمن بالضغط على الميليشيات. التغطية الحية والفورية على مدار الساعة، لأننا ننفرد بالوجود في بث إخباري متصل لـ 24 ساعة، أصبحنا الحدث.
أهلا بكم من جديد. أكد سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي أن بلاده تؤيد المبادرات التي قدمها المبعوث الأممي إلى اليمن لفتح ميناء الحديدة ودفع الرواتب الشهرية للموظفين. وعبر خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية اليمني عن الأسف لعدم التوصل إلى حلول توافقية في هذا الشأن. أعربنا عن قلقنا بشأن الأوضاع التي يعيشها الشعب اليمني وكذلك الضحايا بين المدنيين وتدمير البنية الاقتصادية التحتية وانتشار البطالة والأمراض الخطيرة، وهذا ما يصعب الأوضاع وخاصة على ضوء انتشار فيروس كورونا. إن روسيا تدعم رفع القيود والحجر البري والبحري والجوي، ونحن ندعو جميع أطراف النزاع إلى الالتزام بحقوق الإنسان ووقف جميع الأعمال التي تؤدي إلى تدمير البنية التحتية ووقوع ضحايا بين المدنيين، ونحن نؤيد المبادرات التي قدمها المبعوث الأممي إلى اليمن لفتح ميناء الحديدة ودفع الرواتب الشهرية للموظفين، ولكن للأسف الشديد لم يتم التوصل إلى حلول توافقية في هذا الشأن، ولم يتم حل مشكلة خزان صافر بالحديدة. من جانبه أكد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك على أهمية الدور الروسي لحل الأزمة اليمنية سواء في الإطار الثنائي أو من خلال مجلس الأمن. بن مبارك الذي التقى نظيره الروسي سيرجي لافروف في سوتشي قال إن الحكومة مهمتها تحقيق المصالحة وأن زيارة روسيا تأتي في إطار التنسيق مع المجتمع الدولي بشأن حل الأزمة اليمنية سلميا والتعامل مع التعنت الحوثي الذي يعرقل الجهود الدولية لإنهاء الحرب. نجدد لكم التأكيد بأن حكومة الكفاءة السياسية التي تشكلت بموجب اتفاق الرياض مهمتها الأساسية هي تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الحرب واستعادة الأمن والاستقرار وفقا للمرجعيات برغم المواقف السلبية وغير المسؤولية من الميليشيات الحوثية. لمعرفة المزيد ولتحليل هذه الزيارة وهذه التصريحات معنا من القاهرة المحلل السياسي اليمني الدكتور عبد الملك اليوسفي. أهلا بك معنا دكتور. دكتور عبد الملك، يعني ما هو الموقف المتوقع من روسيا حيال الأزمة اليمنية وتحديدا حيال معركة مأرب؟ سؤال وجيه أختي أستاذة هاني. شكرا. بداية اليوم تحدث وزير الخارجية الروسي برفض العنف والتصعيد وانتهاك حقوق الإنسان في توصيف صريح لأنه ما تقوم به الميليشيا الحوثية مرفوض. هناك ملف آخر أيضا من يعني تطرق إليه وزير الخارجية الروسي وهو ملف صافر وشدد على إدانة روسيا حول هذا الملف. يبدو أن هناك تبلور لحالة دولية شبيهة بذلك الموقف الذي حصل إبان القرار 2016 الذي جاء بالإجماع في مجلس الأمن، ويبدو أن الفرصة التي منحت للميليشيا الحوثية من قبل المجتمع الدولي والتي لم تقتنصها الميليشيا الحوثية أساسا تبلور موقف دولي جامع بضرورة إنهاء الصراع في اليمن بأي وسيلة من الوسائل. الآن ما يجري في الكواليس وما يجري على الطاولة هو إعطاء فرصة لعملية سلمية، وكل الأمور تتجه في هذا الاتجاه. نعم. إلا أنه هذه العملية السلمية والتعاطي الإيجابي من قبل الحكومة اليمنية ومن قبل التحالف العربي بالإضافة إلى المبادرة السعودية والتي كانت خطوة متقدمة جدا، كلها تكشف أوراق التوت عن الميليشيا الحوثية وتضعها في مواجهة صريحة مع المجتمع الدولي عموما. طيب هل معنى واضح؟ ذلك الموقف البريطاني واضح، الموقف الفرنسي واضح. أنا نعم. علشان أدخل بس أكسب الوقت دكتور عبد الملك، يعني هل الفترة القادمة سنشهد هناك حراك روسي في الأزمة اليمنية بمعنى سيكون لها تأثير على إيران، سيكون لها هناك تأثير غير مباشر على الميليشيات الحوثية، أم هو مجرد تصريحات دبلوماسية بين الحكومة ووزير الخارجية الروسي؟ الذي يقرأ السياسة الخارجية الروسية في المنطقة يجد أن هنالك روسيا تتعامل مع كل ملف على منفردا، يعني لا يمكن ربط العلاقات الإيرانية الروسية بالملف اليمني لأن هنالك مواقف سابقة من روسيا خالفت فيها سياساتها الخارجية تجاه إيران ووقفت مع الشعب اليمني، وقفت مثلا على ذلك القرار 2016 عدم الاعتراض على كثير من القرارات التي تدين الميليشيا الحوثية. ويبدو أن هنالك يتبلور موقف
روسي شبيه للموقف الغربي فيما يتعلق، خصوصا في ظل التعنت الحوثي وفي ظل البلطجة الحوثية وفي ظل انتهاك حقوق الإنسان وفي ظل الجرائم التي تحصل. هي تضع أي واحد عنده ضمير إنساني أنه لا يستطيع الاختيار إلا أن يقف مع الحقوق، يقف مع القانون الدولي، ويقف مع القيم التي اكتسبتها الإنسانية خصوصا في القرن الأخير. نعم دكتور عبد الملك، ما هي الأدوات التي يمكن لروسيا أن تستخدمها للضغط على إيران لإيقاف الميليشيات الحوثية وجلوسها على طاولة المفاوضات؟ هل هناك أدوات حقيقية تمتلكها روسيا الآن؟ بداية لا توجد أدوات واضحة لروسيا للضغط على إيران، إلا أنه العلاقات الثنائية والتعاون في الملف النووي، بس هذا له سياق مختلف تماما عن سياق القضية اليمنية. لكن الموقف الروسي كما تحدث سعادة وزير الخارجية معالي وزير الخارجية الدكتور أحمد عوض المبارك، أن اليمن ترحب بالدور الروسي الإيجابي لحل الأزمة اليمنية ولتأسيس السلام في اليمن. وأعتقد أن هذا هو الاتجاه العام، أنه الآن المجتمع الدولي لابد أن يسند عملية سياسية تفضي لإنهاء الصراع، وأعتقد أنه حتى روسيا تذهب في هذا الاتجاه الذي ذهبت إليه فرنسا وبريطانيا وأمريكا، والآن روسيا تذهب لضرورة إنهاء الصراع، لضرورة إحلاء السلام، لدعم مبادرة الأمم المتحدة والمبادرات الإيجابية التي تفضي إلى السلام. وأعتقد يتبقى من الدول الخمس الموقف الصيني، إلا أنه كان هنالك تصريح لمندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مجلس الأمن أن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن قررت إنهاء الصراع في اليمن، وهذا الأمر واضح، وأعتقد أن روسيا لن تغرد نعم. خارج هذا السرب. شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات من القاهرة المحلل السياسي اليمني دكتور عبد الملك اليوسفي، شكرا جزيلا. أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان أن الباب سيبقى مفتوحا لكل من أراد تحقيق السلام، مؤكدا التزام بلاده بما اتفق عليه بإعلان المبادئ. كما أضاف البرهان أن الحوار سيتواصل حتى التوصل لاتفاق يرضي السودانيين. نحن المرة دي جينا المفاوضات وقلبنا مفتوح، مصممين على أننا ننجز سلام السودان. السلام اللي بيكمل ما بديناه في الاتفاقات السابقة. احنا وقعنا اتفاقيات سابقة مع بعض اخواننا في الحركات الاخرى، ايضا مصممين ومصرين ان احنا نكمله. وهذا السلام الهسي اللي احنا شغالين فيه ده برضو مصممين ان احنا نكمله، وملتزمين بما اتفقنا عليه في اعلان المبادئ، وملتزمين التزام كامل بأننا نتحاور سنظل ونبقى نتحاور حتى نصل إلى وفاق يرضي السودانيين. من جانبه قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن أي معادلة أو محاولة للسلام لا تضع المواطن السوداني كأولوية ستكون بلا نتيجة. إن هدفنا الأساسي من هذا الحوار وأي حوار آخر بخصوص السلام يجب أن يكون استقرار ورفاه الإنسان السوداني، خاصة في المناطق المتأثرة بالنزاعات. فأي معادلة لا تضع اعتبارا للإنسان أولا ستكون نتيجتها خطأ. أما عبد العزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية شمال فشدد على التزام الحركة بالسلام، محذرا من خطورة عدم محاسبة منتهكي القانون في السودان. عودة الأطراف اليوم للمفاوضات تدل على رغبة لاستمرار إجراءات السلام بعد إبرام اتفاق المبادئ بين السودان والحركة الشعبية. بعد ثورة ديسمبر المجيدة عملنا للوصول لاتفاق رغم التحديات لبناء سودان جديد يحترم التنوع والعدالة والحرية. الحركة الشعبية تراقب بقلق الفلتان الأمني الذي يحدث في عدة مناطق دون تقديم الجناة للعدالة، وهذا يهدد السلام. المبعوث الأمريكي للسودان السفير دونالد بوث قال خلال الجلسة الافتتاحية للمفاوضات في جوبا إن بإمكان السودان صنع السلام وجعله حقيقة.
need to facilitate, not hinder, or prolong the transitional period in Sudan. هذه المفاوضات ينبغي لها أن تساعد ولا تقوض المرحلة الانتقالية في السودان. Prime Minister Hamdok and meeting with Chairman Abdulaziz in Kauta. It was my first time in the Nuba Mountains, and what struck me was. لقاء رئيس الوزراء حمدوك والقائد عبد العزيز الحلو في جبال النوبة، قد شهدت ذلك، قد كان الأول، ورأينا الوضع في جبال النوبة، الوضع الصعب، بالسلام وبمشاركة الشركاء الدوليين نستطيع أن نجعل السلام حقيقة. ولمعرفة المزيد من الخرطوم ينضم إلينا رئيس تحرير صحيفة التيار عثمان مرغني. أهلا بك معنا سيد عثمان. سيد عثمان، يعني المبعوث الأمريكي قال يتمنى بأن تكون هذه هي المفاوضات الأخيرة للتوصل إلى سلام بين كافة الأطراف، هل تعتقد بأن هذا الأمر سهل الآن أم ستبقى هناك عقبات للوصول إلى تفاهم شامل؟ نعم، يعني هي ليست الأخيرة في كل الأحوال، حتى لو نجحت هي قبل الأخيرة، لأن هناك لا يزال أحد قادة الحركات المسلحة خارج دائرة المفاوضات وهو الأستاذ عبد الواحد محمد نور. لكن بالتأكيد في كل الأحوال هذه الجولة بالتحديد لها أهمية قصوى، لأنها ترتبط ليس فقط بقضايا إقليمية تخص المناطق المتنازعة أو مناطق النزاعات، إنما تخص مجمل وعموم السودان، لأن كثير من القضايا التي وضعت على طاولة المفاوضات بين الطرفين حتى قبل أن تبدأ هذه المفاوضات كانت دائما قضايا قومية، فأصبحت كأنما هي مؤشر ليس فقط على السلام إنما على مستقبل السودان، باعتبار أن القضايا ستكون هي في المحك بالنسبة للسودان كله وليس للحركات المسلحة. بالتأكيد الآن البداية ستكون سهلة لهذه المفاوضات، لأن هناك أصلا تفاهمات سابقة في أديس أبابا ثم بعد ذلك في جوبا نفسها بين البرهان والحلو، ووصلت اتفاقات مكتوبة، فأصبح الآن فقط الدخول في تفاصيل هذه الاتفاقات التي تم التوافق عليها سابقا. نعم، طيب عندما نجي نتحدث عن يعني جماعات مسلحة، نحن نتحدث عن أسلحة، هل سيكون هناك نقاط خلاف على هذه الأسلحة؟ كيف سيتم تسليمها؟ هل سيكون هناك عناصر تنضم هذه الفصائل المسلحة تنضم تحت راية الجيش السوداني الموحد أم ماذا؟ نعم، هذه دائما واحدة من أكثر المعضلات في كل جولات المفاوضات، حتى بالنسبة للمفاوضات السابقة الجبهة الثورية كان استغرقت الوقت كله في قضية الترتيبات الأمنية، وهي الترتيبات التي بموجبها تدمج القوات المسلحة وقوات حامل السلاح في القوات المسلحة، وتتم عملية نزع السلاح وإعادة هيكلة هذه القوات ليذهب بعضها في الأعمال المدنية العادية أو تستخدم أو تستوعب في الأعمال المدنية العادية. لكن في العادة تواجهها دائما مشكلتان، المشكلة الأولى في الوصول إلى اتفاق، تفاصيل الاتفاق نفسه والمدة الزمنية المقدرة لهذه العملية، ثم بعد ذلك التنفيذ على الأرض، لأن التنفيذ على الأرض كان هو السبب في التمرد الثاني الذي بسببه خرج عبد العزيز الحلو وخرجت الحركة الشعبية من اتفاق السلام السابق، كان بسبب الترتيبات الأمنية. فالآن يبدو أن هذه هي المعضلة الأكبر، ودائما تتعرض إلى كثير جدا من التحديات، لأن تنفيذها على الأرض فيه حساسيات وفيه تعقيدات كبيرة. نعم، عبد العزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية الشمال كان يتحدث عن مراقبة وقلق من الفلتان الأمني الذي يحدث في عدة مناطق، إلى ماذا نعزو، إلى ماذا يعزى هذا الفلتان الأمني ومن مسؤول عنه؟ هو في كلمته أشار إلى العدالة، وأنا أعتقد هذه الكلمة هو كان موفقا جدا في هذه الإشارة، هو أشار إلى العدالة باعتبارها المعيار الذي لم يتحقق والذي بسببه نتج هذا الفلتان. لكن من الممكن إضافة جملة أخرى لتصبح المسألة أكثر وضوحا، وهي ليس فقط العدالة إنما مؤسسات العدالة نفسها. الآن في هذه اللحظة التي تبدأ فيها هذه المفاوضات ليس هناك رئيس قضاء، ليس هناك نائب عام، ليس هناك محكمة دستورية، ليس هناك مجلس تشريعي، رغم أن المجلس التشريعي كان واحد من مقررات الاتفاق السابق الذي وقع في 3 أكتوبر عام 2020 على أن يتم إنجازه خلال شهر واحد. الآن مضت 7 أشهر على الاتفاق السابق ولم يتم إنجاز هذا المستوى المهم جدا في بناء
العدالة في السودان، إذا افترضت أنني أتحدث الآن عن عدالة، لم يتم إنجازه على المستوى الأعلى، فما بال بعد ذلك الحديث عن مستويات أدنى تصل إلى الأرض. أنا أعتقد أن ما أشار إليه عبد العزيز الحلو هنا في قضية العدالة وأنها ترتبط بالفلتان الأمن الموجود الآن على الأرض هي دقيقة. نعم. توصيف دقيق جدا للحالة السودانية الآن. أشكرك جزيل الشكر من الخرطوم، رئيس تحرير صحيفة التيار عثمان مرغني، شكرا جزيلا لك. نشرتنا مستمرة مشاهدينا، وفيها بعد هذا الفاصل: بلينكين متخوف من استغلال إيران للأزمة الفلسطينية. لأننا ننفرد بالوجود في بث إخباري متصل ل24 ساعة، لأننا نستطيع أن نطرح الأسئلة الأدق للحصول على إجابات أكثر دقة، أصبحنا الحدث. من جديد، أفادت مصادر الحدث أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أعرب خلال لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن مخاوفه من استغلال إيران للأزمة الفلسطينية، مشيرة إلى أن مصر تعتزم التحضير لقمة سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وأضافت المصادر أن القاهرة طلبت من واشنطن الضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان، فيما شدد بلينكين خلال لقائه السيسي على تمسك واشنطن بعدم نقل أي أموال لحماس. وكان بلينكين وصل إلى القاهرة في إطار جولته الشرق أوسطية، والتي تأتي ضمن مساعي الولايات المتحدة لتثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس. وكان في استقباله وزير الخارجية المصري سامح شكري. قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أثناء لقائه نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي في القدس إن حماس منظمة إرهابية ولإسرائيل حق الدفاع عن نفسها، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين وتوفير الاستقرار لهم. حماس منظمة إرهابية، نؤكد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بالطبع، وفي الوقت نفسه نحتاج إلى محاولة خلق ظروف ليتمكن الفلسطينيون من التمتع بمستوى حياة أفضل. يمكننا إدخال مساعدات إنسانية، ولقد قمنا بالفعل بتوفير حزمة طوارئ بقيمة 3 ملايين جنيه استرليني لتقديم الإغاثة الإنسانية، ونحن بحاجة إلى وصولها إلى حيث هو مطلوب، وهو للمدنيين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية. وأعتقد أن رفع مستويات المعيشة وتوفير بعض من الاستقرار للفلسطينيين هو أفضل طريقة لتهميش المتطرفين وإيجاد مسار نحو حل الدولتين. ومن القاهرة تنضم إلينا مراسلة الحدث رندا أبو العزم، أهلا بك معنا رندا. رندا، يعني الحديث الآن أغلب المباحثات تتحدث عن إعادة إعمار غزة وفصل الدولتين، وأيضا هناك التزام بأن تكون هناك حماس ملتزمة لوقف إطلاق النار، إلا أن مجمل هذه القضية والسبب الرئيسي للوصول إلى هذه التفاهمات هو الاحتلال.
هل الجانب المصري ناقش مسألة الاحتلال بعيد عن الاتفاقيات التي أصدرها مجلس الأمن وطرحها على الجانب الأمريكي؟ وماذا جاء أيضا في هذا اللقاء؟ تهاني، بالفعل مصر بحسب مصادر للحدث تحدثت مع الجانب الأمريكي بضرورة إيقاف الاستيطان وأيضا إخلاء الفلسطينيين من منازلهم لضمان وجود أو نجاح لأي مفاوضات أو نجاح حتى هذه الهدنة. وبالتالي هذه النقطة كانت مطار حديث بين الجانب المصري والجانب الأمريكي. بلينكن قبيل مغادرته إلى مصر وجه كلمة في السفارة الأمريكية للعاملين هناك، وقال أن زيارته تركزت بالأساس على إيقاف التصعيد والوصول إلى مزيد من الاستقرار في الضفة وفي القدس، تمهيدا لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وثمن على الدور المصري. نحن الآن بانتظار صدور بيان رسمي من الرئاسة المصرية بخصوص المباحثات التي تمت والتي استغرقت بضع ساعات، والتي شارك فيها أيضا يعني الرئيس السيسي ووزير الخارجية ورئيس جهاز الاستخبارات. مصر كان هناك يعني بحسب مصادر الحدث هو وضع خارطة طريق لإيقاف هذا التصعيد والوصول إلى هدنة طويلة الأمد. مصر أيضا أو القاهرة أبلغت الولايات المتحدة عن نيتها لوجود قمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وطالبت كما ذكرت أيضا الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل لإيقاف الاستيطان. وأيضا مصر أطلعت الجانب الأمريكي على ما يسمى ربما مبادرة القاهرة لوجود هدنة طويلة الأمد تكون فيها شروط ملزمة للجانبين للطرفين والالتزام بها. الولايات المتحدة رحبت هذه المسودة. مصر ستوفد وفود أمنية أخرى إلى الجانبين وستستقبل عدد من الفصائل، ووجهت الدعوة بالفعل إسماعيل هنية الذي للحضور من قطر إلى القاهرة. علمنا أيضا أن يعني الموضوع تطرق لما أبعد من موضوع غزة وفلسطين، وكان هناك الحديث حول إثيوبيا والسد النهضة، ومصر يعني أكدت موقف بضرورة الوصول لاتفاق ملزم وموقع بين الأطراف لضمان حقوق مصر تكون به إشراف دولي، وطالبت الولايات المتحدة بمزيد من الانخراط، إضافة إلى التعاون المصري الاقتصادي والعسكري مع الولايات المتحدة. كان هناك أيضا حديث عن ترتيب لقمة بين الرئيس السيسي وبين الرئيس بايدن في القريب، وتعلمين أن كان هناك أكثر من مكالمتين هاتفية بين الرئيس السيسي وبين الرئيس بايدن. الولايات المتحدة بتثمن كثيرا على الدور المصري الآن. تفضل. طيب مصر، يعني حضرتك أيضا ذكرتي يا رندا بأنه في خضم حديثك بأنه مصر ستعتزم لإقامة قمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، هل هناك موعد محدد تقريبي على الأقل؟ لابد من تهيئة الظروف للوصول لهذه القمة، وهذه القمة هي كسر لجمود إيقاف المفاوضات لسنوات عدة، وهذه فرصة كبيرة جدا لابد من انتهازها الآن. إعادة القضية الفلسطينية مرة أخرى إلى الصدارة الدولية، وبالتالي مصر بتحاول استثمار هذه الفرصة في استئناف المفاوضات، ولكن هناك خطوات لابد من اتخاذها. أولها تثبيت هذه الهدنة، هدنة طويلة الأمد. إدخال المساعدات وتخفيف الحصار. أيضا مصر طالبت الولايات المتحدة بتخفيف الحصار ليتثنى دخول المواد البناء وال يعني إعادة الإعمار مرة أخرى في هي في إسرائيل غزة. وافقت هناك على يعني نصل فيها. نعم، هي يعني أنا وقتي انتهى، بس حابة أكد على ما ذكرتي رندا بأنه إسرائيل يوم أمس كنا نقرأ أخبار بأنها وافقت على دخول مواد البناء والمساعدات الإنسانية، وكان هناك تعهد أمريكي بأنها لن تستفيد منها حركة حماس لأغراضها الخاصة. على كل حال شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات، مراسلة الحدث رندا أبو العزم. شكرا رندا. أكد المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا يانكوبيتش أن هناك شبه إجماع على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 24 ديسمبر المقبل. كوبيتش وفي افتتاح ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد افتراضيا قال إن هناك تساؤلا حول إجراء الانتخابات أولا في مقابل استكمال العملية الدستورية، موضحا أن المشاركين يسلمون بأن استكمال عملية وضع الدستور ما يزال يتطلب المزيد من بناء التوافق لمعالجة عدد من البنود الخلافية. كما أشار كوبيتش إلى أن هناك دعم
واسع النطاق لإجراء الانتخابات من أجل بناء مؤسسات ليبية جديدة وموحدة. ووفق قرار مجلس الأمن 2570 فإنه يتعين على اللجنة رفع مخرجات الحوار إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للنظر فيها بمدة أقصاها الأول من يوليو حتى يتسنى للمفوضية الوطنية للانتخابات المضي قدما في إعداد الانتخابات. وبعد يومين من المداولات فشل البرلمان الليبي في التوصل لتوافق حول مشروع الميزانية التي تقدر بحوالي 94 مليار دينار ليبي، حيث دفعت الخلافات الحادة بين أعضائه حول بنود الميزانية إلى تأجيل اعتمادها إلى الأسبوع المقبل. وفي هذا الإطار أكد برلماني للحدث نت وجود اتفاق مبدئي بين عدد من النواب على تخفيض بند النفقات التسييرية للجهات والوزارات التابعة للدولة، وكذلك مطالبة الحكومة بمراجعة باب التنمية وتقليص مخصصاته بحوالي 10 مليارات وإلغاء بند نفقات الطوارئ. ورجح البرلماني الليبي اعتماد مشروع الميزانية في جلسة تعقد الأسبوع المقبل بعد الموافقة على إقرار هذه التعديلات. ومن بنغازي ينضم إلينا مراسل حدث محمد مسعود. أهلا بك معنا محمد. محمد، يعني الإجماع على إجراء الانتخابات في موعدها، نحن نتحدث في ديسمبر، يعني نحن نتحدث تقريبا على ما يقارب 6 أشهر من الآن، ولكن هناك عقبة أساسية الآن في ليبيا وهي وجود الميليشيات المسلحة والتواجد الأجنبي في ليبيا. هذه النقطة كيف يمكن حلها قبل الانتخابات؟ نعم تهاني، هذه النقطة يمكن حلها إن ما اجتاز ملتقى الحوار السياسي وأيضا مجلس النواب عقبة القاعدة الدستورية التي سوف يتم على إثرها أو على أساسها إجراء هذه الانتخابات. فالكل يجمع داخليا وخارجيا على ضرورة وجود هذه الانتخابات في نهاية هذا العام، ولكن حتى هذه اللحظة تهاني نتحدث عن انتخابات بدون قاعدة دستورية. كان لنا لقاء قبل يومين مع رئيس مفوضية الانتخابات، قال لنا بشكل صريح بأنه إن ما لم تكن القاعدة الدستورية أي القوانين الانتخابية والتشريعية التي سوف يتم على ضوئها إجراء هذه الانتخابات جاهزة في غضون شهر من الآن، ونحن دخلنا في شهر يونيو ونتحدث عن بداية شهر يوليو على أقصى تقدير، إن لم تستلم مفوضية الانتخابات قانون جاهز للانتخابات ويكون قانون دستوري أو قاعدة دستورية تجرى على أساس هذه الانتخابات فلن ترى هذه الانتخابات النور، ويذهب معها حلم الليبيين في إجراء هذه الانتخابات وتغيير كافة الأجسام السياسية أدراج الرياح. لذلك بدأ العد التنازلي وهو ما دفع المبعوث الأممي التهاني إلى عقد هذا الملتقى اليوم على مدار يومين. هناك جلستين في هذا اليوم بدأت بالفعل قبل ثواني من الآن وقبل دقائق الجلسة الثانية في اليوم الأول للاتفاق على قاعدة مقدمة من اللجنة القانونية في ملتقى الحوار السياسي. طيب، ولكن لا يزال التباين هو سيد الموقف حتى اللحظة ما بين رافض لإجراء الانتخابات قبل اعتماد الدستور وما بين من يرى بأنه يجب اعتماد هذه القاعدة كقاعدة مؤقتة للذهاب إلى هذه الانتخابات. طيب، هذه النقطتين المهمة، نحن نتحدث عن الميليشيات وتحدثنا أيضا عن القاعدة الدستورية. محمد، ماذا عن مشروع الميزانية؟ هل مشروع الميزانية ممكن أن يكون هناك توصل للاتفاق الأسبوع المقبل أم سيبقى هذا المشروع ينضم إلى العقبات الأخرى التي قد تعطل الانتخابات في موعدها؟ نعم تهاني، مما تحصلنا عليه من عدد من أعضاء مجلس النواب بأن الخلاف هو على 3 أبواب من 5 أبواب من هذه الميزانية. أرجعت هذه الأبواب التي يوجد عليها خلاف وهي أبواب النفقات التسييرية وأيضا أبواب التنمية أو باب التنمية وأيضا باب الطوارئ للحكومة من أجل تعديله وأيضا إلغاء بند الطوارئ أو باب الطوارئ من هذه الميزانية. الكل يجمع بأنه في حال تم تعديل ملاحظات أو إدراج ملاحظات النواب
الجواب على هذه الميزانية، سواء ما يحتاج للتعديل أو ما يحتاج لتقليص في هذه الميزانية أو حتى ما يحتاج إلى سحب نهائي، فإن الجلسة القادمة سوف تشهد بالفعل قرار واعتماد لهذه الميزانية. أيضا نقطة إضافة ميزانية خاصة بقوات الجيش أو قيادة الجيش في هذه الميزانية نقطة هامة للغاية. إن معدلت كل هذه النقاط فإننا سوف نشهد الجلسة القادمة تمرير لهذه الموازنة العامة للدولة أو لهذه الميزانية. أيضا سوف تكون عقبة المناصب السيادية وإصرار بعض النواب على ضرورة الخوض أو حسم ملف المناصب السيادية قبل اعتماد هذه الميزانية نظرا لضرورة وجود هذه الأجهزة الرقابية وهذه المناصب الحساسة لمراقبة أوجه صرف الحكومة على كافة الأبواب والوزارات. لذلك في حال التعديل وفي حال حسم المناصب السيادية فإننا سوف نتوقع أن تكون الجلسة القادمة قد أقرت من خلالها الميزانية وتبقى العقبة الأساسية وجود الميليشيات وقبلها الأزمة الجوهرية في القاعدة الدستورية قبل بداية شهر يوليو. إن محمد لم تحدث أو إن لم يحدث هذا الأمر فإننا نتحدث عن انتخابات لن شكراً تحدث بتأكيد تاني. شكرا من بنغازي مراسل الحدث محمد مسعود، شكرا جزيلا محمد. أظهرت لقطات ليلية لطائرة بدون طيار حمما بركانية حمراء لجبل إتنا الإيطالية تسببت بتصاعد عمود من الدخان الكثيف في السماء، وتعتبر قمة صقلية التي يبلغ ارتفاعها 3326 مترا واحدة من أكثر البراكين نشاطا في العالم. أخبار من الحدث. إغلاق المنطقة الخضراء بعد توتر بين الحشد والحكومة على خلفية اعتقال مسؤول الحشد بالأنبار. استهدافات متتالية لمواقع تابعة للحرس الثوري في إيران مع تلميحات بأياد إسرائيلية. وسط تنديد أمريكي أوروبي ورفض منحه ولاية الرابعة، الأسد يدلي بصوته ويرد. وزير خارجية اليمن يؤكد من روسيا على دور مجلس الأمن بالضغط على الميليشيات ويطالب بدعم الحكومة لتحقيق الحل السلمي. بعد طول انتظار انطلاق مفاوضات الحكومة السودانية والحركة الشعبية جناح الحلو، وحمدوك يدعو تحرير السودان في دارفور للانضمام للسلام. انتهت هذه الساعة مشاهدينا، شكرا لكم ونلقاكم بعد ساعة من الآن. إلى اللقاء.